أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، توقعات الأحد الموافق 7 مايو 7 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى هتتعرض النهاردة لكتير من الأسئلة في يومك ده، وهيطلب منك إنك تاخد النصيحة، وهيطلب ده كله عشان تعرف تحافظ على السلام في موضوعات كتيرة جدا حساسة، لكن ما تخليش الغرور ده يصيبك نتيجة للثقة اللي بتبقى موضوعة فيك، ولا ممكن تبقى بتسيء استخدام الصراحة دي اللي بتشوفها في كل الأشخاص اللي حواليك في أغراض أنانية أكتر. هيلعب القدر لعبته معاك بشكل كبير، وهتلاقي نفسك قدام موقف انت ما كنتش متوقعه، لكن ما تديش اهتمام كبير للوضع ده. لو كان باستطاعتنا نتوقع كل حاجة هتتوقع كل شيء، فهتغيب عننا ملذات حياتنا، ما نعيش حظنا وما نحسش بالأسف لمصيرنا. على العكس، خلينا يقظين، الحياة دايما بتشيل لينا مفاجآت حلوة. هيبدو اننا بنقف قدام مشكلات كتير مش عارفين نتغلب عليها، لكن ما نيأس ونحاول اننا نغير منظورنا للحاجات الجديدة اكتر عشان تبتدي تبقى الحلول واضحة، وما نخافش من اننا نطلب النصيحة في حياتنا الخاصة اللي بتعتبر متقلبة جدا في الفترة دي في الوقت اللي احنا فيه. هنتعامل مع كل التقلبات اللي مش متوقعة دي بهدوء، وهنحتاج اننا نسترخي اكتر. هناخد استراحة بعيدة عن كل مسؤولياتنا، وهنستمتع بشوية وقت خاص جدا فينا نبقى مرتاحين فيه. توقعات العشرية التانية، هنستعد لكل حاجة مش متوقعة، مفاجآت كتير صراحة تبقى في انتظارنا. فوق كل ده، شريك حياتنا بيحتفظ بحاجة خاصة جدا لينا، لكن ما تخليش توقعاتنا ترتفع زيادة عن اللزوم. هنكون دايما شكورين على كل اللي احنا بنتلقاه. هيتفاعل اصدقائنا معانا بإيجابية كبيرة، وهيقدرنا كل الشركاء المحتملين النهاردة، وهيبتدوا يتأثروا بالطريقة البراقة اللي بيتعاملوا بيها معانا. بسبب الظروف المتغيرة اللي هتبقى عندنا، هدفنا النهاردة هيبقى خارج سيطرتنا من جديد، لكن ما نيأس ولا نحبط. هنبتدي نعيد تفكيرنا مرة تانية بتمعن، وممكن يكون ده مجرد انطباع. هنخلي الخسارة تبقى في أضيق الحدود بأننا ناخد إجراءات مناسبة. لو ما كانش الوضع كده، هنفتكر أن مخطط الرحلة هو غايتنا في نفس الوقت. مفيش حاجة بتمشي زي ما احنا مخططين بالظبط، لازم يحصل فيه تركات كده هنقف عندها، لكن لو عرفنا نغير مدخلنا هننجز أهدافنا أسرع بشكل حلو. كل ده هيساعدنا في آراء أشخاص كتير جدا. هنبتدي نواجه كل ده في حياتنا الخاصة، كل أنواع المشكلات، لكن مفيش وجهة نظر هتبقى مش واضحة بالنسبة لينا في المواقف دي. سلامتنا الجسدية هتبقى أفضل، هنفكر في أسلوب حياتنا وما نكونش قاسيين على نفسنا كتير في الفترة الجاية. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة، هنعرف نظهر مع ده اللي هنبتدي نتمتع بيها. هنبقى مجهزين للشغل من خلال الفريق. ايه اللي احنا بنستناه واحنا مش عارفين لحد امتى هيستمر الوضع كده؟ من ناحيتنا الصحية، هنبتدي نحس برضا كبير وراحة. هيأثر التناغم اللي عندنا بين جسمنا وعقلنا بشكل ايجابي جدا مع كل الاشخاص اللي حوالينا، وبالتالي في كل مشروعاتنا المشتركة مع اصدقائنا الكويسين، ودي الوصفة الاساسية لعلاجاتنا. بالنسبة لينا، هتبتدي تزايد المشكلات اللي بتبقى بنصادفها في مسارنا. هنبقى حريصين اكتر علشان ما ننفذ كل الموارد البدنية والنفسية. هنتأنى وهنحدد كل المشاكل اللي بتبقى بتمثل لينا إعاقة في مسارنا، وهنستحق مننا نفكر فيها ونكرس طاقتنا. هتستحق انك تفكر فيها وتكرس طاقتك فيها بشكل افضل في الفترة الجاية عشان ما تخسرش. هيتعرض شغلك لاختبارات كتير، لكن مفيش داعي انك تتوتر، تبقى دايما قادر علشان تظهر المعرفة السليمة. هتختبر كل ده حتى في حياتك الخاصة، وهتدافع عنها بشكل كبير عن وجهة نظرك. ما تفقدش تركيزك على هدفك الحقيقي حتى مع وجوب انك لازم تاخد قرارات صعبة. هتعرف تتغلب على اي مشكلة صحية بانك ترتاح. الحياة مش منافسة، لازم دايما نبقى بنحارب فيها بشكل متجاهد علشان نفوز.